السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخلة الإسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان حلقة اليوم علاج تضخم البروستاتا الحميد بناين بروستاتيك هايبربليجيا والتهابات البروستاتا بمكونات طبيعية. أنا النهاردة دي تاني حلقة في المكونات الطبيعية. أول حلقة كانت البلميط المنشاري ومعاه زيت بذور اليقطين ومعاه زنك. النهاردة أنا جايب لحضراتكم بروستانورم كبسول. بروستانورم كبسول، ومن اسمها بروستا اختصار بروستاتا، نورم يعني طبيعية، يعني البروستاتا طبيعية. بروستانورم كبسول. طب بيحتوي على ايه البروستانورم كبسول؟ بيحتوي على البلميط المنشاري ساو بالميتو 150 ملي جرام، البيبون بلس كان فيه 300 ملي جرام، وزيت بذور القرع وزنك. هنا موجود البلميط المنشاري 150 ملي جرام ومعاه برقوق افريقي 54 ملي جرام ومعاه القراص الكبير من عائلة القراصية، القراص الكبير معاه 10 ملي جرام، أيضا معاه زنك 35 ملي جرام. أسماء المستخلصات دي هذكرها لحضراتكم في صندوق الوصف وأول تعليق، لأنها مستخلصات طبية بتدرس في كليات الصيدلة على مستوى العالم وليس شغل عطارة، تمام؟ ومجازة من وزارة الصحة المصرية، ومجازة أيضا من الـ FDA. طيب جرعته إيه؟ كبسولتين يوميا ما لم يصف السادة الأطباء بخلاف ذلك. طب محاذيره إيه؟ لو حضرتك عندك خلل في الهرمونات، أي هرمونات في الجسم ما تاخدوش. كذلك لو عندك مشكلة في الدم من حيث سيولة أو تجلط برضه محظور عليه. كذلك الدواء اللي اسمه فيناستيورا، لو بتاخد فيناستيورا ما تاخدهوش. كذلك رقم 4، لو بتعاني من مشاكل في الضغط ما تاخدهوش. دي المحاذير بتاعته. الشريط بتاعه 10 كبسولات ب 28 جنيه ونص. الشريط 10 كبسولات ب 28 جنيه ونص، متوفر بسوق الدواء المصري، انتاج شركة ايفا فارم، الصرح المصري الوطني العملاق وبكل جدارة. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدلية ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.